برحاب كلية العلوم جرى عقد المحاضرة الافتتاحية لكرسي الإسيسكول التعليم المفتوح الذي أحدث بموجب اتفاقية بين منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة وجامعة محمد الخامس بالرباط. إن اعتماد كرسي أكاديمي للإسيسكو مخصص للبحث العلمي حول التعليم المفتوح في المغرب ضمن الكلية يعد بمثابة علامة جيدة على التعاون المثمر بين المؤسسة الجامعية والإسيسكو، والهدف هو دمقراطة المعرفة من خلال توسيع نطاق الوصول إلى المعلومة ومشاركتها مع جميع الأشخاص. كرسي الإسيسكو للتعليم المفتوح يهدف إلى إذكاء وعي الأساتذة بالدور الأساسي للتعليم المفتوح وتشعباته، وذلك من خلال توفير المعارف والخبرات في هذا المجال ودعم مشاركة الباحثين والأكاديميين في ممارسات التعليم المفتوح، من أجل جعل المدرسة ومؤسسات التعليم العالي تستقبل بدون حاجز. اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على أهمية التعليم المفتوح بالنظر لما يحققه من نتائج إيجابية تساهم في تيسير عملية البحث العلمي والانفتاح بدون عراقيل أو حواجز بالمؤسسات التعليمية.